هناخد دلوقتي ميثود تانية غير الميثود بتاع التيك بيكتشر، ميثود اسمها امبورت بيكتشر. وامبورت بيكتشر مختلفة عن تيك بيكتشر. تيك بيكتشر بفتح لي الكاميرا بصور خلاص، اما امبورت، امبورت بقى دي معناها ان هو يفتح لي الجاليري بتاعتي وابدا سيلكت صوره من الجاليري. فهمتوا الفكره؟ وابدا سيلكت صوره من مين؟ من الجاليري بتاعتي واعرضها برده. انا هعمل نفس الابلكيشن عشان ما اضيعش وقت كتير، بس بدل تيك بيكتشر عايز امبورت واختار صوره معينه فتتعرض بنفس الطريقه اللي عملناها عشان ما اضيعش وقتنا كتير. فكل اللي هيتغير في الابلكيشن الجديد في البادي، بدل ما كنت بقول له خلي ده اسمه تيك بيكتشر اقول له امبورت ايه؟ امبورت بيكتشر. ولما يداس عليه كان بينادي على فانكشن اسمها تيك بيكتشر صح؟ او خليه زي ما هو تيك بيكتشر واعمل انبوت تاني التايب. لا طبعا هي موجوده خلاص في الجاليري بقى، يعني هي موجوده خلاص بقت موجوده عندك السيفت، وطالما السيفت عندك في الجاليري يبقى انت ممكن بقى تعمل اللي انا بقول عليه دلوقتي بقى، ان هو تعمل لها امبورت بقى تستدعيها تاني. واحد يقول لي طب افترضنا انا عايز سيفها عشان يجي يفتح كل مره يلاقي الصور، اقول له مش انت عندك الفايل نيم؟ خلاص سيب الفايل نيم، سيب الفايل ايه؟ الفايل نيم عندك. زي ما تشوف بقى البيانات ممكن تسيبها دلوقتي مؤقتا بكوكي، لان احنا زي ما خدناها بكوكي، لكن في طرق ثانيه. وبعدين لما الابلكيشن يجي يقوم تلاقي عندك اسماء الايه؟ اسماء الايه؟ اسماء الصور. هتقول له بقى ايه جيت ايمج يو ار، جيت جيت بيكتشر يو ار ال، وتجيب بقى الصور تعرضها قبل اول ما الابلكيشن بيجي يقوم يعني. خلاص هنا خلاص عملت، هقول له الفاليو بتاعته هسميها امبورت بيكتشر، واون كليك على الزرار دوت هقول له هتنادي على حاجه اسمها امبورت باكج. دي ميثود احنا المفروض هنعملها، وادي سلاش انبوت ايه الايه ما اللي فوق ده اللي هو كان بينادى على تيك بيكتشر هو بيصور. فبدل ما اشيله واقوم تاني ونعمل زوار تاني، مش بيصور بقى زوار تاني، بايه؟ بيمبورته من الجاليري. خلاص كده بحيث ان هم يلعبوا لعبه كده مع بعض، ان هو ممكن يختار شويه من الجاليري وشويه يصور، يعني يلا هاي ما يظبط ماشي. طيب عملت الزوار التاني وعملت الامبورت ايه؟ امبورت بيكتشر. امبورت بيكتشر تقريبا هتبقى زيها زي مين؟ زي تيك بيكتشر بالظبط، يعني هيبقى فانكشن اسمها امبورت امبورت بيكتشر صح كده؟ هقول له انتل دوت اكس دي كي دوت كاميرا دوت، بس بدل تيك هقول له مين؟ امبورت. لما بيعمل امبورت برضه بيطلع يدور، برضه ممكن يعمل اد يضيف صوره، وممكن يكنسل، وممكن مش عارف ايه والكلام ده كله. لكن لو عمل اد للصوره واختارها ده هيفاير، ولما ده هيفاير هيشغل بيكتشر ايه؟ بيكتشر اوكي. وبيكتشر اوكي بتعمل ايه؟ تاخد الصوره وتعمل الطريقه بتاعتنا وبتعرضها، يعني برضه هتبقى نفس الفكره، برضه هتبقى نفس الايه؟ نفس الفكره بتاعتنا. فممكن اروح على الاميليت ادي عندي تيك بيكتشر، عملت بيكتشر قلت مصور اضافه، قلت له امبورت بيكتشر، اه فتح لي الجاليري. فتح لي المره دي مين؟ الجاليري فيها مجموعه من الصور الموجوده عندي، فانا اختار ايه؟ صوره فتضاف من الجاليري بتاعتي. فهمنا الفكره؟ خلاص دي ايه امبورت ودي ايه تيك بيكتشر. خلاص كويس، دي الجزء بتاع امبورت بيكتشر. كلام جميل. في احنا خلاص عرفنا جيت بيكتشر يو ار ال دي خلاص انتهينا منها، لكن في ميثود اسمها جيت بيكتشر ليست.
هشيل البرنامج ده على جنب يعني، مش عايزين نبوظه برضو. هقوم جاي هنا قايل له ده خليه 7 صح، وهات لي اعمل لي ملف كده غيره عشان ما نبوظش اللي كان موجود. وهات عم 7 ده كبيره ويستو. تعال نشيل كل اللي احنا عاكينه ده عشان عايزين نستخدم حاجة تانية خالص. ايه هي الحاجة التانية دي اللي عايزين نستخدمها؟ حاجة اسمها get picture list. get picture list لما اجي انا اقول مثلا على سبيل المثال اقول له intel dot xdk dot camera dot. خلاص شفنا حتى الان تيك بيكتشر وامبورت بيكتشر وجيت بيكتشر يو ار ال صح؟ جيت دور على مين؟ جيت بيكتشر ليست. لسه ما شفناش ديليت وكلير. جيت بيكتشر ليست افتح قوس واقفله من غير اي بارامتر. هجيب لك كل البيكتشر ليست اللي موجوده. لما اجيب لي كل البيكتشر ليست اللي موجوده هيرجعها لي في شكل اري، مش هيرجعها لي في شكل ايه؟ اري. فاكرين الاري؟ كنا اتكلمنا عنها امبارح. شكل اري يعني يطلع لي بشكل مجموعه من متسلسله من الصور، احطها مثلا جوه فاريبل اسمه ايمجز مثلا خلاص. فمفترض ان ده هيجت كل البيكتشر ليست ويضيفها لي جوه مين؟ جوه ايمجز دوت. حلو. وبعدين ممكن اكريت مثلا فار نيو اي ام جي نيو ايمج، وده هقول له دوكيمنت دوت كرييت اليمنت. قال لي الاليمنت اسمه ايه؟ قلت له اي ام جي ماشي سيمي كولون مش مشكله. وبعدين عايزين عشان نعمل دي عايزين نعمل لوب على الاري صح؟ عشان دي واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها صح؟ فانا محتاج ان انا اعمل قبل ما اعمل ده اعمل فور واقول له ادي اي ان تي. اي ان تي ايه؟ فار متغير اسمه اكس، وده هنبداه بايه؟ بزيرو. عرفت متغير في البدايه بيبدا بزيرو ماشي؟ وهيبدا يستمر لغايه ايه؟ لو الاري بتاعتي مكونه من 5 صور متاخده يبقى عايز يمشي لغايه 4 0 1 2 3 4 صح كده؟ فاقول له خلاص يبقى لازم يكون الاكس بتاعتي تكون اصغر من الايمجز للصور اللي جات لي كلها، الاري اللي فيها كل الصور دوت لينث. ولينث بتمثل ليا عدد الصور اللي اتاخدت 5، يبقى لازم يكون اكس اصغر من 5. اصغر من 5 يعني لغايه 4، يبقى 0 1 2 3 4 اللي هم 5 خلاص كده. وكل مره الاكس هيحصل لها ايه؟ بلس بلس صح كده؟ وانا جوه اللوب اول ما اخش جوه اللوب بقوم واخد ايه؟ ايمج اكريت اليمنت عشان كل مره مع كل صوره في الاري. الاري يعني زي عماره كده بس، وكل دور في صوره، كل دور في ايه؟ في صوره. وانا دلوقتي بعمل لوب يعني بعدي على دور. فعايز وانا بعمل اللوب ده بعدي على دور يعني هم قلت لك 10 ادوار، يبقى الدور الارضي 0، الدور الاول 1، الثاني، الثالث، 9 اخر. عشان كده قلنا ان لازم يكون الاكس اصغر من الايمجز دوت لينس. حلو. مع كل دور بكريت ايمج عشان اقدر احط فيها الصوره الاولانيه وبعدين اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فعملنا كده ادي ايه؟ كرييت اليمنت اللي هو اي ام جي. وبعدين هقول له النيو ايمج بتاعتي ديت دوت الاي دي بتاعها نفس الطريقه اللي عملناها قبل كده. هقول له الاي دي هقول له انتل دوت اكس دي كي دوت كاميرا صح دوت جيت. لا عايزين فايل نيم بس اللي احنا عملناه ده
الفايل نيم هجيبه منين؟ اقول له طب انت عارف الايمجز؟ عارف الايمجز ديت؟ دي اري صح ولا لا؟ قلت له الاري دي الخانه رقم اكس. الخانه رقم اكس بالنسبه لي يمين اكس اول مره وانا بلف بكام؟ بزيرو. يبقى كده بقول له خانه رقم زيرو يعني الدور الاول، اول صوره موجوده عندك في الاري. خلاص؟ دوت عايز منها الفايل نيم، عايز منها الفايل ايه؟ تقريبا كده، لان ممكن يكون تقريبا حددني. خلاص جيت فيكتشر ليست، انا عايز بس اتاكد هي بتريترن ليا اري اوف ايمجز، يعني اري كل خليه فيها صوره، ولا بيجيب لي اري في كل خليه مكتوب اسم الصوره اللي اختارها. فهمتوا حاجه؟ تفرق لما يرجع لي الصورة على بعضيها حاجة، ولما يرجع لي اسم الصورة حاجة ثانية. اعتقد ان هو بيرجع لي قريب اسماء الصور، انه مش معقول يملى الميموري بتاعتك بالصور ذات نفسها. كده رجع لك الاسماء، وانت طبعا معاك الاسماء، معاك الايه؟ هتعرف تجيب، بتقول له جيت اليو ار ال هيجيبها لك صح ولا لا؟ ما لو اعتبرنا كده قلت له ايمجز اوف زي اوف اكس اكس بزيرو، فهيجيب لي اسم اول صورة. خلاص كده اسم اول ايه؟ ما هي اكس بزيرو يبقى اول صوره، اسم اول صوره. عايز اوصل لليو ار ال بتاعها، فانا ممكن على طول بالايه؟ بانتل دوت اكس دي كي دوت كاميرا دوت جيت بيكتشر يو ار ال. اديني البيكتشر يو ار ال، قال لي بتاعت ايه؟ قلت له افتح قوس، قلت له بتاعت ايمج اوف ايه؟ اوف اكس. اوف اكس يعني اوف زيرو اول مره، لكن مع اللوب لما يجي يلف اللفه الثانيه هتبقى اكس بواحد فياخد الصوره الثانيه، بعد كده يبقى اكس باثنين ياخد الصوره الثانيه، صح ولا ايه؟ الثالثه والى الرابعه والى اخره. خلاص ده الاي دي. حلو، النيو ايمج دوت الاس ار سي بتاعتك اللي احنا عملناه ده. يا اما انا نايم يا اما انتم نايمين. احنا هنا في الاي دي محتاجين نديله اليو ار ال؟ نديله الاي دي، الاي دي محتاج الاسم بس يا جدعان. صباح النوم. محتاجين لايه؟ الاي دي محتاجين الاي دي بس. ما خسرناش حاجه يعني، ما تقلقوش، ما احنا هو عامل بيست هنا اللي احنا قلناه. خلاص؟ لان الاي دي محتاج اسم الصوره بس. اما الاس ار سي هو اللي محتاج اليو ار ال بتاع الصوره. مش فاهمها؟ بقول لك ايه؟ اكتر حاجة يعني تنرفزك انك تلاقي واحد كان بيعملوها دايما كده في افلام الكرتون يعني. خلاص؟ كان يجي يقول له، كان باين تيمون وبومبا ولا ايه؟ يقول له لا انا عندي فكرة تانية، يقول له هي وما له نفس الفكرة كده. انت بتعمل نفس الموضوع، عامل يقول له طب انا كنت بقول لك كده. ما كل الناس دي قاعدة، هو قال كده؟ هو قاعد جنبك، محمد قال كده؟ خلاص انا مصدقك يا مؤمن. خلاص اوكي خلاص. خلينا بقى يا من ضمن الحاجات برضو اللي انا حابب ان انا اوضحها لكم، يعني ان احنا ممكن، او من ضمن الحاجات اللي هي حلوه ان احنا نوضحها، احنا اتكلمنا على السي اس اس صح؟ واحنا ممكن نعمل للايمج سي اس اس ولا ايه؟ فازاي بالجافا سكريبت تعمل لها السي اس اس بتاعها؟ او هتبقى الجافا سكريبت ممكن تكريت اتش تي ام ال زي ما احنا شفنا كده. يعني كريت دلوقتي ايه؟ تاج اسمه ايمج صح ولا لا؟ ممكن اكريت بقى الصفحه كده والعب بقى وتبقى الدنيا خربانه وزي الفل يعني. طيب هل ممكن الجافا سكريبت هنا تتكلم مع السي اس اس بالكود برده، بحيث انها كريت الكود برده بتاع ال ممكن. هتعملها ازاي دي؟ اقول له نيو ايمج دي دوت سيت اتريبيوت. سيت ايه؟ اتريبيوت. سيت اتريبيوت دي من الخصائص المهمه جدا. احنا عارفين ان اي تاج من التاجز، يعني مثلا ادي اي ام جي اس ار سي كده بتعتبر ايه؟ اتريبيوت صح ولا لا؟ ودي الفاليو بتاعته، وهو اي اتريبيوت بيبقى عباره عن اسم الاتريبيوت والايه؟ والفاليو بتاعته. ممكن اتريبيوت ثانيه مثلا زي الويدث،
صح كذا. وفي وفي اتريبيوت مهمه جدا قلت لكم لو تفتكروا احنا بنتكلم على على الستايل شيت، في اتريبيوت مهمه جدا اسمها ايه؟ الستايل. ولو دي جبناها يبقى انا نكتب اي كود ايه؟ سي اس اس. صح ولا لا؟ في ست بقى اتريبيوت تشتغل معاك على اي اتريبيوت، فانت ممكن تكتب هنا في الحته الاولانيه اسم الاتريبيوت كوما، وهنا تكتب الايه؟ الفاليو بتاعتك، وكده تبقى العمليه اتفتحت على الاخر. خلاص؟ التاج موجود معاك وست اللي انت عايز تسته. انا عايز اسيت الخاصيه اسمها ايه؟ ستايل. يبقى كانك بتست ايه؟ اكتب بقى كانك بتكتب ستايل شيت عادي جدا بقى وعيش. فانا ممكن اقول له مثلا ايه؟ على سبيل المثال اخلي الويدث، ما الويدث برده خاصيه موجوده من خصائص مين؟ سي اس اس. وبتساوي بس بتساوي سي اس اس ها؟ خلاص؟ 300 بكسل مثلا ماشي، والسيمي كولون واقول له مثلا هايت كولون و300 ايه بيكسل برضو. ممكن اضيف نعم تعمل ايه بوردر، يلا بوردر، وممكن اعملها بوردر ستايل داشت يعني شرط كده، يعني البوردر بتاع الصوره يطلع مثلا مشرط كده وايه. مش عايز اتكلم بقى، انت تلعب باي خاصيه تعرفها في ال بس ممكن تضيفها بالشكل ده وقت عادي يعني. كلام جميل. دي ست اتريبيوتس، وبالشكل ده قدرنا نوصل لمين؟ الحاجات الخاصه بال حاجات خاصه بالسي اس اس كده. فاضل لي مين؟ ان انا اقول له يا دوكيمنت صح دوت ابند تشايلد صح، اقول لي مين هو، قلت له نيو ايه نيو ايمج، وانا عايز كل واحده في سطر. واحنا في خاصيه اسمها ممكن نعملها بالسي اس اس، ممكن نعملها بالاتش ام ال. في في الاتش في سي في سي اس اس حاجه اسمها كلير ايكوال بولد، يعني ما يبقاش حاجه حواليها ولا يمينها ولا شمالها. دي خاصيه في ال سي اس اس. ممكن اكريت اليمنت كده بس يكون اسمه بي ار، وابندو برضه ابندو بعد الايمج، ابندو بعد مين؟ فاهمين الفكره؟ اقول له هنا كلير بتساوي ايه؟ بوز من الجانبين. ممكن اقول له كلير من الليفت، كلير من الرايت، او كلير من البوز على الجنبين. وبعدين تعال نجرب اللي احنا عملناه. انا اقول له هنا ضيف النيو ايمج حاجه حاسه ده مش بس. ماشي كويس نجرب. احنا ما نعم ما عملناش زرار، احنا ما عملناش فانكشن اساسا، ما عملناش فانكشن. احنا ممكن نعمل فانكشن بنسميها ايه؟ جيت بيكتشرز، وادي اولها وادي ايه؟ وادي اخرها. الزرار بتاعنا اخليه نادي على مين؟ على جيت بيكتشر، صح كده؟ وغيرنا ليه اللي مكتوب عليه، خش على ايميليت عادي جيت بيكتشر ما عبرنيش، ايه رايكم؟
يعني نقدر نقول بعد الفحص والتمحيص خلاص اكتشفنا ان احنا ناسين ايه document.body.append ايه child صح كده وسيبنا زي ما هو بقى ما زودناش غير الحته دي بس تعالى ايه نقول نميليته عسايب سايب بس طبعا هنا عملنا احنا اي حاجات كبرنا الاميليتور قوي وقلت له جيت بيكتشرز ايوه بس هو طلعت اهي وداشر ايوه بس هو عملهم بقى 20 مره بقى على الجهاز عشان يقدر يتست حاجز واحده للتصوير وحاجز منهم شويه مش مهم مش قضيتنا مش بتاعنا الكلام ده وهيكون ده اللي احنا صورناه ولا تقريبا هو على فكره تقريبا هو مشي بنفس طريقه التكيش تقريبا مشي بنفس التكيش طب مشي بنفس التكيش طب انا متهيألي مشي بنفس التكيش طب ممكن نجيب هنا كده ونقول له صفحه كانت اسمها اندكس كام كان اسمها اندكس كام احنا بنصور احنا نعم ما عملناش ايه احنا بنصور بس لا صورته مره بس اندكس هنا مش عايز يفتح مقفوله ماشي طب انا ممكن اقول له طب ثواني عليا مش دي خلاص كده مش عايز يفتح معايا من المالتي بيجز ديت مش عارف ليه 8 قول ما هي مش عايزه لازم اشيل كلها مش بيعدلها اشتغلنا www/index7.html قلت له جو كده على ديت فتحها لي قلت له عايزك تتيك بيكتشر هما كانوا 20 مش عارف ده ايه ده واحد بيلعب جيتار ده ماشي حلو قوي جميله جدا ولكنك عملت حاجه ارجع بقى لمين الاساسيه جيت بيكتشرز بقى صح هو بيتكلم على الصور اللي احنا بنلقطها ونجيب جيت بيكتشرز ليست اللي احنا ايه لقطناها واشتغلنا عليها هو بيحاول يجيبها لك من الابلكيشنز بتاعته